والله هي الندوة كانت رائعة ومجهود متميز من الفريق كامل سواء في اسكندرية أو من مصر، والمشاركة كانت طيبة جدا سواء من الحاضرين من اسكندرية أو الحاضرين من الأنشطة الخشبية. وأنا عجبني جدا العرض التقديمي للأستاذ الدكتور هشام خميس عن الفيلم الوثائقي عن إنجازات الأشجار الخشبية، وعجبني العرض بتاع الدكتور عصام، ولكن أنا كنت بتمنى إن يكون إن العرض يكون أكثر وضوحا للحاضرين بحيث إن هو ما يكونش علمي بشكل بحت ويتكلم عن أسس علمية. أنا كنت أتمنى أن هو يكون في أبحاث تطبيقية متميزة، وإيه الأبحاث التطبيقية اللي تمت في هذا المجال ويكون يتم مناقشتها، وإيه الجديد في العلم اللي تم في هذا المجال بحيث يتم إضافة جديدة للباحثين الحاضرين. كما ان عجبني جدا المناقشه اللي تمت بعد الندوه. اتمنى مزيد من هذه الندوات الناجحه، اتمنى ان يكون هناك استمرار للنشاط التدريبي في محطه الصباحيه. طبعا الندوه كانت ام طبقت لنا موضوعات مهمه جدا، واحنا محتاجينها زي الاشجار المقدسه والرساله اللي انا عندي شيء مع مقاوم للنفوحة أو شيء مقاوم للتفاف أو مقاوم لبعض الأمراض. في حاجة تانية خلطتها الندوة، إن أنا ممكن أعمل هندسة وراثية للأشجار بقلل فيها كمية التكنين على سبيل صناعة الورق، لكن في المفروض إن أنا آخد بعض الحذر أو بعض الشطار، لأن ممكن هي تقلل كمية التكنين إنما في نفس الوقت تقلل نمو للأشجار أو إنها تكون مش مطابقة، فدي بيبقى في فرق. فأنا ألاحظ أو أختار نفس الهندسة أو برامج الهندسة الوراثية في المجالات اللي أنا محتاجة أحلها، هي فيها قضايا أو فيها مشاكل في الأشجار الخشبية أحلها، أتجنب إن أنا هندسة وراثية مجالات تضرني أو تقلل الإنتاجية أو تشكل لي صفات غير المرئية. أولا يعني أحب أشكر حضرتك على الدعوة والإلقاء للحفظ الأشجار الخشبية، خاصة أن الجهاز الوراثي في النباتات واحد يعني، فحبينا بس ننوه ونوصل بعض المعلومات لإخوة الزملاء عن التكنيكات المتبعة في عمليات كبدائل لعمليات التربية. الحقيقة كانت فرصة ان انا كمان اتعرف على مجال الاشجار الخشبية، فبكرر شكري تاني. والملاحظات حقيقة كانت مجموعة متألفة وأسئلة موضوعية إلى حد كبير، ما شاء الله يعني طلعنا بنتيجة يعني. سعيد جدا وبشكر الأستاذ الدكتور هشام خميس على أنه اتاح لي الفرصة إن أنا أحضر معاهم في الندوة دي وأشارك بمحاضرة صغيرة فيها، وأتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن تكون فائدة وألقط الضوء على بعض الأفكار اللي بالنسبة لي شخصيا بحس في الموضوع اللي هو اقترحه الدكتور هشام، فحصلت على بعض الأفكار الجديدة اللي ممكن أن نوظفها في الشغل والاستفادة من الدور ومقاومة بعض الجهادات اللي بتقابلها. فأتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن يكون ده في ميزان حسناتنا بداية وسامين مفيد في أكثر من البحث من اللي كانوا حاضرين، وأتمنى الخير للبلد كلها بإذن الله بعد. شكرا جزيلا. ورغم ان هي يعني كان المواضيع مركزه قوي، لكن اعتقد انها اضاف كثير من الناس اللي كانت عندهم حتى لو في تصوت بسيط، لكن ساعات المهرجه كثرت احساس الناس ان في حاجات بتتعمل الناس مش واخده بالها منها، إنه ممكن يبقى في حاجات أحسن من كده لو الناس تضافرت مع بعضها
وأن الأمر محتاج لتعاونك أكثر من تخصص وأكثر من أي حاجة. طبعا احنا كلنا يهمنا المعهد الأوراق وبعدين القسم الذاتي اللي هيكون لهم شأن، وعلى الأقل الحاجات اللي اتبذلت في خلال السنين اللي فاتت دي يبقى لها مردود كويس على البلد وعلى الأجيال القادمة بإذن الله. ربنا يديك الصحة والعافية. ندوة تبدو الأشجار المنتشرة الرئيسية بموضوع جديد على الأشجار الخشبية، الناس المعدين للندوة ونشكرهم على ذلك إعداد إيه؟ من حيث الحاضرين، من حيث الموضوع والمواضيع اللي قدمت عليه، من حيث السادة الحضور من الزملاء والمناقشات اللي تمت وكانت كلها إيجابية، وحضور وكيل المعهد الإرشاد ورئيس قسم الأشجار الخشبية، ومن سر جدا وسعيد جدا بالمناقشات واللي ظهر فيها الاستاذ الدكتور محمد سكران بشكل طيب جدا، وكل من شارك واعد للندوه وساعد وادنى بالندوه سواء في المناقشات او في الموضوع نفسه الاستاذ الدكتور عصام عبد القادر، بقدر لهم الشكر والتحيه. ودي مسيره من قسم قسم الاشجار الخشبيه للامان، وإن شاء الله للتوفيق وإن شاء الله للتقدم وإن شاء الله بإذن الله تطفي الأشجار الخشبية على الصف لتكون دوميننت العلوم الزراعية بإذن الله. في البداية احنا بنشكر السادة الأفاضل اللي شرفونا في المرة القيمة واللي حضروا معانا والناس اللي حضروا المحاضرة. المحاضرة كانت جميلة جدا وقيمة وفيها معلومات جديدة وحاجات انا اول مره اعرفها، ودايما على طول كده يبقى في برنامج ثقافي غالب المعلومات وغالب المحاضرات القليله الاساتذه والافاضل اللي بيشرفونا وبينورونا بعلمهم، ويا رب دايما كده على طول الصباحيه تكون ملتقى للمحافل العلميه دي. شكرا. بالنسبه لمهندس اشكر المهندسه القصير، هي كانت ندوه ممتازه جدا لانها تعمل بعض التقنيات الحديثه زي زراعه الامسيكا وتكنيك الهندسه الوراثيه، واحنا استفدنا ببعض التكنيكات والتعرف على بعض التكنيكات ممكن نطبقها في مجال الاشجار الخشبيه او حتى في مجال الفاكهه. بالنسبه لنا احنا كناس بتوع فاكهه فكانت بالنسبه لنا حاجه مفيده جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بشكر جدا القائمين على تنظيم هذا العمل وتنظيم هذه الندوه وفروضها بهذه الصوره الجميله، وهي بعنوان الاشجار المعديه الوراثيه. بنستغل التكنولوجيا الحديثه عن طريق نقل بعض الجينات لبعض الانواع بزياده كفاءتها في تحمل الظروف المعاكسه زي تحمل الملوحه وتحمل الكفاف، فاحنا بنشتغل في كل المجالات دي بحيث ان احنا نبدا ننتج شجره قويه تستحمل وتقدر تعيش في كل الظروف سواء اراضي مستصلحه حديثه او اراضي لها بعض المشاكل سواء ملوحه او نقص في ماء الري، وعن طريق استغلال التقدم في الهندسه الوراثيه وان احنا نبدا ننتج انواع جديده بتستطيع ان تتحمل كل الظروف. كانت ندوة جميلة وتشرفنا بمعرفة أساتذة كبار متخصصين في مجال الأشجار، استفدنا بالمعلومات الغزيرة اللي بصراحة يعني شرفونا بيها، وكان مجهود مثمر من قسم الأشجار وكلمتهم عليه، وكل سنة وكنتوا طيبين ودايما في ترقي ودايما تدونا معلومات جميلة عن الأشجار وعن البيئة والحفاظ عليها من خلال الأشجار. وشكرا لكم، استفدنا كثير من محاضره الاشجار والهندسه الوراثيه وتعاده قسم الاشجار الخشبيه، انه دايما بيفيدنا بالمعلومات الغزيره في مجال البيئه والحفاظ على البيئه، وطبعا حاجات كانت جديده بالنسبه لبعضنا، وحتى المعلومات اللي كان الواحد عارفها استفاد وانه زود معلوماته بالنسبه للهندسه الوراثيه، وحاجات كثير جدا تقنيات جديدة وحديثة بدأت تظهر، ودي زي ما قسم الأشجار دايما معودنا إنه بينجينا بالحاجات الجديدة وبيعملنا أفضل دايما لكل حاجة جديدة في البيئة وفي الحفاظ على البيئة. وبنشكر كل العاملين في قسم الأشجار على المجهود الرائع، والندوة كانت مثمرة وجميلة جدا، وكل ندوة وأنتم طيبين. يعني النهارده طبعا كان يوم جميل جدا جمعنا فيه مع بعض، نشكر طبعا
دكتور هشام خميس، يعني هو صاحب الفكرة وهو اللي جمع المجموعة الجميلة دي. نشكر المجموعة بتاعت القاهرة، في عدد كبير من القسم حضر النهاردة من القاهرة، جهود مجهود طبعا يعني ومشقة بذلوها، نشكره معي. بالنسبة للموضوع بتاع الندوة النهاردة كهندسة وراثية والأشجار المحورة وراثيا أو المهندسة وراثيا، فرأيي أنا الشخصي يعني أنا معارض لاستخدام الهندسة الوراثية لتعديل النباتات ككل، وشايف بالنسبة لتخصصنا إن إحنا مش محتاجين لعملية الهندسة الوراثية علشان نطلع أشجار فائقة للنمو أو أشجار زي ما بيقولوا مقاومة للحشرات أو مقاومة للأمراض أو غيره. يعني إحنا عندنا بدائل طبيعية أكثر كفاءة وأكثر يعني نقدر نقول صداقة للبيئة، لكن يعني علشان يبقى الكلام واضح، أنا مع استخدام التكنولوجيا الحيوية أو الباي تكنولوجي في تسهيل الوصول إلى الهدف. في فرق كبير ما بين ان انا انقل جين، ربنا سبحانه وتعالى يعني خلق هذا الكون والتدبير على مدار يعني ملايين السنين الكون في توازن شديد، يعني عهدنا دايما بان تدخل الانسان لا ياتي الا بكوارث، يعني زي ما ربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. غير كده هو يعني الأبحاث يعني المنشورة حاليا بتقول إن حتى النباتات اللي حصل لها تحول وراثي عشان مقاومة الحشرة معينة، بعد فترة المقاومة دي ما بتفضلش موجودة وبتزول هذه المقاومة. يعني بنشكر مرة أخرى يعني الدكتور هشام، ونشكر الصلاحية فريق العمل فيها دايما نشيط ودايما بيجمع الناس ودايما ننتظر منهم المزيد والمزيد من الندوات والمؤتمرات العلمية اللي بتجمعنا كلنا. شكرا جزيلا.